الموقف يلي صار معي ازعجني كتير، لأنه بيعكس النظرة يلي كتار من الرجال عندهم إياها عن المرأة، إنه المرأة مجرد وسيلة للتسلية ولتلبية الحاجات الجنسية. الأمل موجود، بس بديك تآمني في شعلة أمل لو بيوم حسيت إنه انطفى. الاستغلال الجنسي، الإيذاء الجنسي، التحرش الجنسي، أمور كتير بتتعرض لها المرأة بمجتمعنا اليوم. قدي في صبايا بيرضخوا لها، وقدي في صبايا بيوقفوا بوجهها. أنا صارت معي، أنا وصغيرة كان عمري 15 سنة، وكان عندي تجربة تمثيل بأحد الإذاعات التلفزيونية غير المسيحية لمسلسل. كنت متحمسة وفرحانة إنه هيدا أول تجربة إلي بالتمثيل، بس ما كنت عارفة شو المخاطر يلي كان معقول وجهها. كان في ممثل بيكبرني بالعمر بـ30 سنة، وحاول هيك يتودد لإلي، يعطيني إطراءات كل يوم. ما حللت كتير بالبداية أي شي سيء، بس مع الوقت صارت تزيد وتزيد. وبيوم طلب مني إنه روح على مكان تصوير معه بالسيارة، وعلى الطريق بيقول لي: أنت بنت كتير حلوة ومهضومة، شو رأيك نعيش سوا مغامرة نكتشف بعض؟ وهون صدمتي وخوفي كانوا عن جد كتير كبار. أنا معه لوحدة بالسيارة، ما بعرف شو ممكن يعمل أو شو معقول يصير. فبعفوية الطفلة بس بكتير جرأة، عن جد بحس بهذه اللحظة الله عطاني هيك حكمة، أكيد رفضت وقلت له إنه أنت رجال متزوج وكبير وهيدا الشيء بناقض مبادئي. القصة خلصت هون، بس للأسف في كتير بنات بعرفهم قصتهم كانت كتير أسوأ، يمكن ما قدروا يقاوموا وتعرضوا لتحرش أو لاغتصاب أثر فيهم مدى حياتهم. الموقف يلي صار معي زعجني كتير، لأنه بيعكس النظرة يلي كتار من الرجال عندهم إياها عن المرأة، إنه المرأة مجرد وسيلة للتسلية ولتلبية الحاجات الجنسية، إنه المرأة سهلة المنال أو رخيصة أو فيهم يستفيدوا منها. هيدا شيء كتير زعجني، لأنه ثبت لي إنه في عنا رجال مش نزهين وأخلاقيين بمجتمعنا. وزعجني أكتر لأنه هيدا الشيء مرات حقيقة، وإنه فعلاً في بعض الصبايا والسيدات يلي مشوهين أو مشوهين صورة المرأة بالعالم، مثل ما أكيد في كتير سيدات رافعين صورة المرأة بالعالم. هيدا الشيء ما كان أول مرة بيصير معي، لأنه يا ما تعرضت لتحرشات إن كان بالنظر أو الكلام، وأكيد شاركتهم كلهم مع زوجي، لأن هيدا الشيء حررني لما شاركت وحكيت. وبعرف إنه ماني وحدة، بعرف إنه في كتير منكم تعرضوا لهيك أنواع تحرش، وأكيد هالتحرش شوه كتير بصورة الرجال بنظري. ولدت فكرة عندي إنه الرجل دايماً ممكن يكون بده شيء مني. كنت بتذكر أنا وصغيرة خاف أمشي على الطريق لوحدة أو أتأخر بالليل، كنت فكر أنه معظم الرجال هيك بدهم يأذوني. كنت حتى خاف إذا صار عندي أولاد كيف بدي أحميهم. تخيلوا قدي هالشي شوه لي صورتي للرجل. هالتحرشات مدمرة كتير، مدمرة لأنه بتشوه صورة الرجل بعيون المرأة وبتحوله لوحش، مدمرة لأنه بتأذي المرأة بالتحرش، بتأذيها أكتر إذا وقعت هي ضحية هالتحرش وقبلت تقوم بأمور خطأ، يمكن مقابل المال، أو إذا تعرضت لأذى جنسي غصب عنها، وبالتالي أكيد رح تشوه صورتها وبتحولها لسلعة مدمرة، لأنه رح تترك أثر كبير بالإنسان. علم النفس بيحكي عن تأثيرات التحرش الجنسي السلبية والقوية بنفسية المرأة، بصورتها عن حالها، بثقتها بنفسها، بحياتها الجنسية حتى بالمستقبل. وبيحكي كمان عن أسباب التحرش الجنسي عند الرجل، لأن هو كمان بيكون انأذى هو صغير تقدر يعمل هيك شيء بالبنت، يمكن يكون نابع عن تربية خطأ، أو يمكن هو كمان تعرض لتحرش جنسي هو صغير، أو تعرف على الجنس بشكل مبكر كتير وبشكل خاطئ، وغيرها كتير من الأسباب. وطبعاً كمان بيحكي علم النفس عن كيفية العلاج من تأثيرات هذا التحرش الجنسي اللي أنا وأنت تعرضنا له نحن وصغار، كيف نطلع من صغر النفس ونرجع نكتسب ثقة بنفسنا، كيف نطلع من الشعور بالعار والعيب، والأهم كيف نقاوم التحرش الجنسي وما نسكت عنه أبداً، كيف نفضحه بدون ما نخاف من العالم ومن حكي الناس، لأنه بعرف أنه بمجتمعنا فيكون عيب أنه نحكي حتى فيه. هيدا الشيء غير فيي كتير وعطاني قوة، عطاني ثقة بنفسي ما كان عنديها من قبل.
رح خبرك هلا عن اكثر شيء شفاني وحررني من كل هالاساءات اللي صارت معي انا وصغيره. دائما بنشارك انا وزوجي لان حتى رجال بيتعرضوا لاساءات بتشوه نظرتهم للمراه وبتشوه حياتهم كيف بينظروا للامور الجنسيه. كنا نصلي، كنا نقرا بكلمه الله، وكانت كلمته تشفينا. ليه؟ لأن كلمة الله حية، مش مثل حيالة كتابة بنقريه، هي بتكون عم تشتغل فينا. لما نقرأ عن محبة الله لقلنا، قديه بحبنا، قديه عارف مستقبلنا وعنده خطة رائعة لحياتنا، قديه بحول كل الجروح اللي صارت معنا، كل الرماد قال بحياتنا بحوله لجمال، بيشفينا، بحررنا، بيبنينا، وعنده مستقبل رائع لقلنا. كل هالحقائق اللي اكتشفتها بكلمة الله عن محبته غير المشروطة لإلي، عن كيف بيشوفني وقيمتي الغالية بعيونه، غيروا فيي كثير، عطوني ثقة بنفسي، شالوا مني كل خوف، كل شعور بالعار، عطوني قوة واجه وما استحي. وانت كمان فيك تشفي من تحرشات الماضي، انت كمان فيك تنتصري عليها وتتحرري منها، وفيك تواجه التحرش وتفتحيه وتوقفيه. القوة بإيدك أنت، ما حدا في يجبرك تعملي شيء أنت ما بدك تعمليه. قاومي وما تسكتي والجئي للرب لأنه هو بيعطيك كل القوة. وأنا هون تساعدك إذا عم تمري بتحرش صعب أو شيء مش قادرة تحكي عنه، اكتبي لي تنصلي مع بعضنا ونمشي مشوار الحرية والشفاء سوا.